وتعد انتفاضة الثاني من ديسمبر في وجه ميليشيا الحوثي الإرهابية امتدادا لثورة 26 سبتمبر في عيون المواطنين لكبح جماح الإماميين الجدد الذين يحلمون بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. استكمال الثورة الثانية 26 سبتمبر والروابع 10 أكتوبر، انتفاضة الثاني من ديسمبر أدى إليها زعيم الوطن حينما رأى هذه الميليشيا قد أبتت في بهذا الوطن منذ قرابة 3 أعوام، فأدى الزعيم علي عبد الله صالح إلى انتفاضة شاملة وآرمة، فكان قد قدم نفسه لأجل تحرير هذا الوطن، ونحن على وصايا الزعيم الوطن إن شاء الله لاستكمال وتحرير وطرد هذه الميليشيا الحوثية الباغية. الزعيم علي عبد الله صالح الذي قدم روحه فداء لهذا الوطن في وجه الكهنوت الحوثي وميليشيات إيرانية، من هذا التاريخ وانطلقت المقاومة الشمالية في الانضمام لأخوانهم في المقاومة الجنوبية. نحن مستمرون وسنقدم الشهداء تلو الشهداء بل قوافل من الشهداء في دحر هذا العدو الغاشم الحوثي. تعتبر انتفاضة شعب سطرها الزعيم الخالد الشهيد علي عبد الله صالح، وضمن أهداف وثورة 26 سبتمبر امتدادا ل 1962 اللي تعتبر النهج الديمقراطي الذي سعى له اليمن من ذاك الزمن وقدم الكثير من التضحيات، وها نحن اليوم نمشي بنفس الخطى في هذه الثورة في هذه الانتفاضة، مستمرون في الدفاع عنها وسوف نواجههم في الميدان في القلم في المتارس في كل الجبهات ضد هؤلاء الشرذمة الحوثية البغيضة. النصر حتمي بالسواحل بشر في عيد الكرامة لليمن يحفادا، وطلقوا الذل وطلقوا الذل يا سلالة حمير، واستعيدوا الجمهورية وعياده ليل النظام، والوطن يتعمر وينعم الشعب بحرية وسيادة، وعفاش يبقى ما مثيله صدر خالد زعيم خالد بحكمته وجهاده نال المفاخر، والوطن به يفخر ومثل التضحية وأعلن استشهاده، في الله عليهم في الله عليهم في السواحل والبر، نحرر الأرض والوطن.